عندكم اربعه المراحل، كل مرحله على انقطاط، ما تبقاو تكتوا. فهمتوا العمليه؟ هذه المنهجيه، هذه ماشي. إذن شنو الأطروحة هنا؟ الأطروحة واحد واضحة، أن الشخص رغم تغيره ومظاهر تغيره يبقى شخصا ثابتا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.